لندع السلطان يظن أن خصومتنا مع عثمان انتهت. هل حان وقت دفع ثمن اختطاف توغاي والاستيلاء على ذهبنا؟ لا يكن لديك شك يا بوروجو، سيدفع الثمن بالتأكيد. أخي احذر جيدا في قونيا. قونيا الآن مثل بئر مظلم. الواري أرغوجو يعرف جيدا أن عقابه عن قتل توغاي تم دفعه بذهب نيكولا. حسنا، لا تقلق أبدا يا أخي. سيد عثمان، هل يوجد شيء تخفيه عني؟ لما تقول هذا؟ إن قلت إنك متحمس من أجل الحرب فلا، ليس كذلك. وإن قلت من أجل خبر توران ألب فلا، ليس هذا. هناك شيء آخر. ماذا سأخفي عنك يا أخي؟ عثمان، إن شئت قلت لي وإن شئت أخفي عني، إنه شأنك، ولكن أنا لن أصدق أن شيئا لم يحدث. قل إذن، ما هو الشيء الذي يسعد أخاك لهذه الدرجة؟ ما هو الشيء الذي قد يجعلك متحمسا أكثر من قدوم الغزو؟ يا أخي، أجل، هل أخي سيصبح أبا؟ سأصبح أبا. حماك الله، أخي سيصبح أبا. تهانينا يا أخي، تهانينا، تهانينا يا أخي. لماذا تقف؟ لماذا؟ لنجعل العالم يسمع، ليسمع البشر والحجر يا عزيزي عثمان، تعال. الحمد والشكر لله، ما شاء الله. اسمعني، سنقيم المراسم، يجب أن نطعم الفقراء يا أخي. توقف يا أخي، اهدأ قليلا، فلنتأكد من صحته ليتمسك بالحياة، ثم سنفعل ذلك. لأذهب إلى قونيا وآتي، وبعد ذلك سنفعل ما تشاء. سنخفي الأمر؟ أنت محق، أنت محق لنخفي الأمر، ولكن كيف؟ كيف سنخفيه؟ ستشك عائشة بالأمر، أنا متأكد، لكنني سأغلق فمي جيدا، لا تقلق أبدا، سأغلق فمي. ما شاء الله. حسنا، إذن أنا ذاهب الآن. حسنا، علي ذلك، سأمتطي حصاني وأذهب خارج القبيلة، وإلا سأصرخ بالأمر. هيا هيا يا عثمان، دمت سالما، هيا. سيأتي وريث قبيلتنا؟ أجل، ما شاء الله. سأذهب الآن، هيا. بلى، سأنطلق إلى قونيا غدا، سوف أحدث السلطان بمسألة مهمة. أريدك أن تعرف شيئا يا عثمان. ما هو؟ لست مضطرا أن تخفي سعادتك،